يستهدف يستهدف اذا اللعب من اندريا بيرلو لفائده يان كولوفسكي وهدف ثاني وهدف ثاني ممتاز ممتاز جدا من يان كولوفسكي ممتاز الهدف الثاني واللي اكثر من ممتاز هي التمريره المليمتريه التي خرجت من اقدام بيرلو على ما اعتقد كره ممتازه وهدف جميل ورائع لفائده الميلان في وقت 62 دقيقه لعب من هذا اللقاء ميلان ياخذ الاسبقيه تارك هذه هي الواقعيه الايطاليه يعني شوفوا مكورتين سجل هدفين فريق ميلان وتهاون من لاعب نافاس لانه ما انطلقش مع اللاعب يون كيلوفسكي الانطلاقه نتاعو كانت سريعه وممتازه لكن التمريره كانت ممتازه جدا وعلى الطائر في القائم الثاني وارضيه صعبه على بالوب لكن تمريره